خاصة انهيار الليرة مقابل الدولار، فإن التجاذبات السياسية خلال تسمية رئيس الحكومة في الاستشارات النيابية كانت ملعباً خصباً لعدم استقرار سعر صرف الدولار. الأجواء غير العلنية التي لا يجرؤ الصرافون على الاعتراف بها أمام الكاميرا يتداولونها عبر مجموعات الواتساب، إنها عملية العرض والطلب التي تتلاعب بالدولار. عم نتابع هلأ أجواء الدولار من بين الصرافين اللي ما بقولوها على العلن. رح نشوف الجروبات. الله الله عليكم، حدا شيل مننا الدولار. اللي بيكفينا بيكفينا يا شباب، موجود. الله، يمكن تكون هذه هجمة هلأ وهمية، احتمال ينزل ل 14.5 واحتمال كتير كبير. هو ببداية الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة شو اللي صار؟ صرافين اشتروا، صار يشتروا على 16,000، هن وصرافين تانيين، وبس لموا كل شيء صار يشتروا ما يبيعوا، وقالوا يلا اتفقوا انه تعملوا ابلكيشن، وبلشوا يفوتوا الصارات عليهم يطلبوا وطيروا للسوق 2000. اذا لقيت كل واحد 300,000-400,000 دولار، عملوا ثروة. ولأن الصرافين والدخلاء على هذه المهنة كانوا أقرب إلى تجسيد مشهد التلاعب بالدولار. ما في سوق سوداء، هذا اسمه سوق كذب. عم يصير لعب بالسوق من قبل الصرافين وأصحاب الأبليكيشنات. صاحب الأبليكيشن بيلعب بالدولار، بينزل السوق مثل ما بده وبيطلعه مثل ما بده حسب شو بتجي أوامر من الصرافين. ما في، كل واحد معه 3-4 تليفونات و6-7 خطوط، بيفوت بيطلب مطلوب مطلوب. شو الوضع عمي؟ بينزل السوق هلا قد شو الوضع؟ هو اللي بده يرجع يلموا مصاري هلا كمان. والله هاي صافير شي لعبة كبيرة، لعبة كبيرة. هاي ليش بده انه صار شي حكومي، يعني انه بعده بالحكي بالوهم. هيدا الدولار كله اللي عم يلموه صرافين شتورة، وين كله عم يروح؟ هذا كله على مصرف برنامج هيك؟ وين كله عم يروح هذا الدولار؟ مين عم ياخده؟ صاحب الابليكيشن الحمراء هو تواصل معي، بعت لي مسجات، كل ما يعمل ارتفاع بقول لي هلا ارتفاع، انخفاض، ارتفاع. هيدا رقم صاحب الابليكيشن وهيدا هو. فويساته ما بيبعت فويس، ما بيحكي بالمره، لا بيرد على التليفون ولا بيبعت فويس. مدعي العام المالي لازم يتحركوا تحرك من اليوم، يلموا الصرافين كلياتهم مني وبالجر. اليوم اذا هالقد انت يعني جريء وعم تحكي قدام الكاميرا وحضرتك اللي طلبت، اليوم ليه ما عم تكشف وجهك؟ يعني ما حقش عشان تطلع براسي، اذا كشفت وجهي حتطلع براسي القصه. اذا هو الابلكيشن الحمراء وتطبيقات اخرى يديرها الصرافون تتلاعب بالدولار بحسب شهاده شاهد من اهله. زهراء فردون، قناه الجديد.